ملفات سرية. معادنا دلوقتي مع ملف من ملفاتنا السرية بعد طول غياب نعود. وليه الملفات السرية بتاخد وقت؟ الملفات السرية بتاخد وقت علشان إعدادها بياخد وقت مهم جدا، وتقصي الحقائق فيها يا جماعة ضروري جدا. وقبل ما تسألوني عن ملف الشائك، ملف الماسونية رقم 8، ملف الماسونية هينزل يا إما في الشهر الكريم في رمضان أو هينزل ليلة العيد على قناة أحمد يونس على يوتيوب. أعدلنا ملف اللعنات النهاردة المبدع محمود الجعيدي. اللعنات هي عبارة عن ضرر أو إيذاء بيتم عن طريق قوة خارقة للطبيعة، بواسطة سحر أسود أو أرواح أو مس شيطاني، وأحياناً لتنفيذ لعنة معينة بيتم استحضار الجن أو الشياطين، وفي الغالب بتصيب اللعنة دي أشخاص معينة. النهاردة هنروح وندخل جوه أسرار مجموعة من أشهر لعنات التاريخ، لعنات قدرت أنها تقتل 7 رؤساء من أمريكا، لعنات خلت الناس ترقص لحد الموت، ولعنات متعلقة بالأرواح والأموات والكيانات المعذبة والمسجونة في عالم آخر. ونبدأ رحلتنا على طول بدون تضييع وقت مع أشهر اللعنات، مع لعنة جوتمان، واللي بتعتبر أشهر لعنة في تاريخ كرة القدم. ملفات سرية. البداية كانت سنة 1959 لما تولى المجري السير بالا جوتمان مهمة تدريب النادي البرتغالي الفايز بالدوري البرتغالي 34 مرة وبكأس البرتغال 25 مرة، وساحب يعني أكبر قاعدة جماهيرية في البرتغال. وقتها كان جوتمان له طموح كبير مع النادي، وعمل خطة جزئية ومتدرجة وبتكبر، وسموها وقتها أنها خطة خطر وجريئة. قام بتسريح 22 لاعب من الفريق الأساسي، ساب 2 بس، واستعان بعدد كبير من الناشئين والنجوم الصاعدين، وبدأ بشكل منظم يغير من طريقة لعب الفريق شوية بشوية لحد ما قدر من خلالهم أنه يفوز بالدوري البرتغالي مرتين على التوالي. مش بس كده، ده قدر كمان يحقق المستحيل ويكسب لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة سنة 1960، وبعدين الفوز في النسخة اللي بعدها بالدوري الأبطال على الريال سنة 1961، والفوز بكأسين لأوروبا آخرهم على ريال مدريد سنة 1962، صاحب اللقب بخمس بطولات متتالية. فريق بنفيكا بقيادة جوتمان كان هو الوحيد اللي قدر يحقق المعجزة ويكسر أسطورة ريال مدريد وينهي السيطرة على البطولات من عندهم، وبدأ يلفت نظر العالم. توقع أنه هيكمل هذا الرجل، لكن اللي حصل بعد الفوز أن جوتمان راح للإدارة علشان يطلب زيادة في الراتب، لكن رد فعل الإدارة كان غريب جدا، اتكلموا معاه بأسلوب سيء كأنه لعبة في إيديهم ورفضوا يزودوه مليم واحد. اتعصب، فسخ التعاقد، وقال في مؤتمر صحفي شهير جدا مش هيكسبوا بعد كده دوري أبطال أوروبا لمدة 100 سنة. لاقت كلماته استهزاء، وخصوصا إدارة النادي والجمهور اللي اعتبروا ان هو اتجنن، وده رد فعل غاضب. لكن العجيب في نفس السنة اللي ترك فيها جوتمان مهمة تدريب بنفيكا، قدر نادي بنفيكا البرتغالي انه يوصل نهائي أبطال أوروبا من غيره، وكان النهائي مع نادي آي سي ميلان. اللي حصل ان المرة دي النادي خسر النهائي بنتيجة 2-1. بعدها بسنتين اتأهل لنهائي الأبطال مع انتر ميلان وخسر النهائي برضو 1-0. بعدها بثلاث سنين اتأهل لنهائي الأبطال مع مانشستر يونايتد، لكنه خسر النهائي الثالث بنتيجة 4-1، وبكده خسر ثلاث نهائيات في دوري أبطال أوروبا من بعد ما جوتمان قال نهايته على أيديه. وبعد 15 سنة رجع للمنافسة وقدر انه يوصل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي مع نادي بلجيكي، لكنه خسر النهائي برضو بنتيجة 2-1. خمس مرات يتأهل بنفيكا لنهائي دوري الأبطال بعد جوتمان، وما قدرش يكسب أي نهائي حتى لما تأهل مع فريق هولندي بيقال انه يعني من الفرق اللي مش قوية، اتهزم برضو بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. ساعتها بدأت الجماهير تتكلم عن اللعنة وان كلامه طلع صح، ولعنة جوتمان كانت بتتحقق بالفعل على أرض الواقع، وكأن اللعنة حلت على الفريق بعد رفض الإدارة زيادة راتبه وطرده من النادي.
الناس والمشجعين أيقنوا أن اللعنة حقيقية، لدرجة أن أحد أساطير كرة القدم البرتغالية راح زار قبر جوتمان قبل المباراة النهائية السادسة لفريقه في نهائي دوري الأبطال، وصل هناك عند قبره وطلب إزالة اللعنات، وجات الجماهير كتير من النادي وراحت زارت القبر وطلبوا منه الغفران علشان يفوزوا، لكنهم خسروا برضو 2-1 في النهائي. نروح ل 2012، احتفل النادي البرتغالي بمرور 110 سنة على تأسيسه، وقررت إدارة النادي أنها تعمل فكرة جديدة في محاولة للتخلص من اللعنة، لأنهم أيقنوا تماماً إن في لعنة. وضعوا تمثال للسير جوتمان في ملعب النور لنادي بانفيكا، وكان التمثال هو صورة جوتمان وهو شايل كأس أبطال أوروبا، محاولين يعني إن هم يتوددوا لروحه عشان النحس يتفك. وفي السنة دي قدر بانفيكا يوصل لنهائي الأبطال مع تشيلسي، لكنه خسر بطريقة مأساوية جدا بعد تسجيل تشيلسي هدف في الدقيقة الأخيرة، وتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وخسارة بانفيكا. جوتمان سنة 1963 قال مش هيكسبوا بعد كده دوري أبطال أوروبا لمدة 100 سنة. خسر بانفيكا 8 نهائيات أوروبية في دوري الأبطال وثلاثة في الدوري الأوروبي، ولحد دلوقتي لازال عاجز عن تحقيق أي لقب أوروبي. لحد دلوقتي الجماهير مرعوبة أن يستمر الفشل لحد 100 سنة، ولحد النهاردة كلامه طلع صح وعدى من 100 سنة اللي قال عليهم بالضبط 60 سنة ما كسروش فيها أي حاجز من كلام جوتمان. شريحة كبيرة مؤمنة تماما أنه أطلق عليهم لعنة لا تنتهي. الكلام اللي في الكواليس بيقال أن جوتمان كان بيمارس طقوس الكابالا ولعن بيها النادي. دي لعنة رياضية. تعالوا نروح للعنة اسمها لعنة الرأس، ملفات سرية. في فرنسا كانت هناك أسطورة عن قديس لعن امرأة أنها تفضل ترقص لحد ما تموت بسبب أنها دخلت مكان مقدس وهي لابسة حذاء أحمر. بس الحقيقة أن القصة دي لها أصل حقيقي، وخصوصا أن لعنة الرقصة ظهرت في القرن 16 وتحديدا في مدينة فرنسية. البداية كانت مع بنتها اسمها تروفيا، كان معروف عنها أنها ملتزمة دينيا، لكن في يوم خرجت للشارع وفجأة بدأت ترقص فجأة بدون مقدمات وبدون موسيقى ومن غير إرادتها، ومش أي رأس، ده رأس عنيف جدا وحركات مميتة. الناس استغربت اللي البنت بتعمله، حاولوا يهدوها يسحبوها يوقفوها، وهي تهرب وتروح في أي حتة ترقص بطرق مبتذلة وبدون توقف، وبرغم دهشة الجميع لكنها مستمرة. بدأ الجميع في الأول يتفرجوا عليها، والموضوع وصل لزوجها اللي جه بسرعة حاول يوقفها عن اللي بتعمله، لكنها كانت مش سامعة وبتقاوم بشدة، واستمرت في الرقص والناس بتتفرج وهم مظلومين. انفض الناس من حواليها ومشيوا. صحي الصبح نزلوا الشارع لقوها لسه بترقص. تخيلوا يوم كامل بترقص، ما نامتش ولا كلت ولا شربت. الموضوع تخطى كده يا جماعة حدود العقل وحدود المنطق. استمر يومين وهي بترقص ولا بتروح أي مكان، ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. رجلها ورمت، ضعفت، وقعت على الأرض وكانت مرمية في الأرض، ولكنها بترقص وهي نايمة. الناس في الوقت ده كانت مؤمنة جدا بالسحر والشعوذة، واتهموها بالشعوذة والهرطقة وأنها بتمارس نوع من السحر الأسود. تم إبلاغ السلطات عشان الحرس يقبضوا عليها، وتم حرقها بتهمة ممارسة السحر والشعوذة. افتكروا أن الموضوع خلص، لكن بعدها بمدة بسيطة تفاجئ الأهالي أن في 4 وقفوا في نفس المكان اللي كانت واقفة فيه تروفيا، وبدأوا يرقصوا. كل شوية واحد منهم ينضم لمجموعة الرقص دي ويبدأ يرقص هو كمان بعنف، كأن في شياطين بتتحكم فيهم. وصل العدد ل20 راقص بيرقصوا من غير مزيكا، بدون مناسبة، بدون توقف، واقفين في نفس المكان اللي كانت بترقص فيه لما كانت موجودة وبترقص. السلطات بدأت تخاف وما بقتش فاهمة هو إيه اللي بيحصل. فزع رهيب. البلاط الملكي بالكامل قلق. اتجمع الجميع علشان يشوفوا اللي بيحصل ويتناقشوا في السبب اللي ممكن يخلي الناس ترقص بهذا الشكل الهستيري اللامتوقف. البعض قال لعنة أو سحر أسود أصيبت به القرية، وتم الاستعانة ببعض رجال الدين، لكن اللي حصل إن أعداد المصابين زادت، وصل عدد الراقصين ل400 شخص واقفين بيرقصوا، وبدأ يموت منهم واحد ورا التاني يتساقطوا وهم يرقصوا. مات ما لا يقل يومين عن 15 شخص، واللي كان يعني تشخيص إن القلب بيتوقف نتيجة الإرهاق الزايد من الرقص.
الأهل بدأوا يخافوا من انتشار هذه اللعنة. بدأوا يسيبوا المدينة ويهاجروا الأماكن تانية. وفي نفس الوقت السلطات بدأت تمارس إجراءات جديدة وبدأت تاخد المصابين ويحبسوهم في أماكن مقفولة ويربطوا على أيديهم صلبان ولبسوهم جزم حمراء مصبوب فيها مية مقدسة وزيت، ونشروا البخور والتعاويذ في ساحات الرقص. الحادث مثبت تاريخيا في كل السجلات القديمة، يعني حصل حقيقي مش مجرد أسطورة يا جماعة. وفضلت اللعنة دي موجودة لحد نهاية سنة 1518 وتوقفت بدون تفسير زي ما بدأت بدون تفسير. ملفات سرية. لسه مكملين ملفات سرية ولعنة أخرى. في البلاد الأوروبية بيهتموا جدا بزينة المقابر وبيحطوا جواها أنواع مختلفة من التماثيل والمنحوتات كنوع من الفنون، لكن أحيانا بيتم حضور قوى ظلامية أو شيء مرعب داخل المقابر. بداية اللعنة اللي هنتكلم عنها كانت في العصور الوسطى. انتشرت ظاهرة حرق وقتل النساء بحجة إنهما ساحرات، وكانت أي واحدة بيشتبه فيها بيتم حرقها دون حتى التحقيق معها، أو يتم ربطها في صخرة ورميها في المية. كان منتشر في إحدى المدن حملات اصطياد الصحراء، وكان كولونيل يدعى باك مؤسس إحدى المدن آنذاك واحد من الناس اللي أباحوا حرق وإعدام أي شخص يمارس السحر. في الفترة دي طلعت شائعة على امرأة كبيرة في السن تدعى إليزابيث، كانت بتتصرف بغرابة إنها ساحرة. تم القبض عليها، حاولت بكل وسيلة إنها تنفي عن نفسها التهمة، ولكن الكولونيل باك ما سمعش ليها وقرر تعذبها لحد ما تعترف وأمر بإعدامها. وهي بتتعدم قالت للكولونيل إن قدمها هتفضل فوق راسه للأبد، جملة غريبة مش مفهومة. وبعد سنين مات الكولونيل باك وكانت ليه وصية غريبة. كانت وصيته إن تكون أحجار قبره من نوع معين من الأحجار الخاصة والممتازة. ورثة الكولونيل نفذوا الوصية وتم اختيار أحجار القبر بعناية، وقام الورثة بوضع الشاهد عند رأس القبر من الحجر الأبيض الناصع تخليدا لذكرى مؤسس المدينة وأغنى أغنيائها. وتعتبر دي كانت بداية اللعنة. بعد مرور أيام بسيطة ظهرت أقدام أو أثار أقدام إليزابيث فوق شاهد القبر. أول من لاحظ الموضوع كان حارس المقبرة اللي راح بسرعة للكنيسة وبلغ القصة اللي هناك، وبدأ بدوره يستدعي أقارب الكولونيل باك. الكل وقف مذهول أمام أثار القدم الموجودة فوق شاهد القبر وكأنها طبعت. قام الأسرة باستدعاء أحد النحاتين وقام بنحت أحجار المقبرة من جديد. أثار أقدام إليزابيث اللي راحت ضحية الكولونيل الراحل كانت كل ما ينحته ترجع تاني وتظهر على طول تقريبا خلال يوم أو أكتر بالكتير يومين ثلاثة. الموضوع جذب كل أهالي البلدة وبدأ الكل يتكلم. وقتها قرر الورثة أنهم يغيروا أحجار المقبرة بالكامل ويستعينوا بأحجار جديدة. مفيش فايدة، اترسمت واتنحتت على الحجر من جديد. استسلمت الأسرة ورضخت للأمر الواقع، ولحد دلوقتي لسه الحجر موجود في مكانه وبيظهر عليه بوضوح أثار أقدام إليزابيث، ونفذت لعنتها إن رجلها هتكون فوق راسه. ملفات سرية. وإلى صخرة الشيطان. في اليابان موجود عند صخرة سفح جبل ناسو في منطقة قرب العاصمة طوكيو. الصخرة دي معروفة باسم صخرة الشيطان أو الحجر القاتل. حسب كلام الأهالي هناك الحجر ده حابس جواه شيطان اسمها تامامو، هي شيطانة اسمها تامامو نوماي أو الثعلبة ذات التسع ذيول. كانت بتصيب الناس بالمرض والطاعون والموت. وفي عهد الإمبراطور توبا الحاكم الحاكم رقم 47 في تاريخ اليابان في الفترة من سنة 1103 ميلاديا ل 1156 ظهرت على شكل واحدة ست جميلة ذكية، لدرجة اتقال إنها ذكية لدرجة إن مفيش ولا أي سؤال بتتسأله ما تقدرش تجاوب عليه. بمرور الوقت بقى ليها مكانة كبيرة عند الإمبراطور والدنيا ماشيه عادي، وبدأت تسيطر على جزء كبير من المملكة لحد ما أصيب الإمبراطور بمرض غامض نادر وبقى يرتكب أفعال شيطانية زي إنه يقتل الناس ويستحمى في دم البشري. المهم قدرت الشيطانة إنها تسيطر على الإمبراطور بسحرها الأسود وأصابته بالمرض وبقى غير متحكم في أي حاجة، كمان مش بيحكم.
استمر الحال ده فترة لحد ما جه عراف ولاحظ ان في حاجة مش مظبوطة، وقال ان دي شيطانة متنكرة على هيئة بنت جميلة، وخلص الامبراطور من السحر. وبعدها قرر امبراطور ينتقم منها، وبعت وراها 2 من الحرس عشان يقتلوها ويخلصوا الناس من شرها. الأسطورة بتقول ان هم ما قدروش يقتلوها، وتم حبس روحها داخل صخرة كبيرة بمعاونة العراف، لكن اي حد كان بيقرب من الصخرة دي او يلمسها كان بيموت. المعلومة اللي اتنشرت بعد كده ان اللي بيلمس الصخرة دي فعلا بيموت، وفي شواهد وصور تدل على ذلك، لان في ناس غمرت وراحت وماتت. بعدها بسنين طويلة جه راهب اسمه جينيو شانشو، عمل عملية طرد زي اللي بنشوفها في الافلام وطهر الصخرة منها، بس يقال ان روحها رجعت تاني واستقرت في الصخرة مرة اخرى. الكلام ده على فكرة مر عليه مئات السنين، ومن وقتها والصخرة دي معروفة ومشهورة ومحمية، حد دلوقتي تعتبر مزار سياحي. الخبر المرعب ان يوم 5/3/2022 الصخرة دي اتشقت لوحدها، ومحدش يعرف السبب ولا مين عملها. جزء كبير من سكان المكان اصيبوا بهلع من خروج الشيطانة، وبرغم ان اللعنة دي قديمة لكن ظهر في المنطقة دي حالات مرض وموت غامضة، والأهالي اشتكوا أن كل فترة بيلاقوا جثث بطريقة بشعة. وحالياً والناس دلوقتي بدأت تتحاشى المنطقة دي خوفاً من أنهم يقابلوا الشيطانة اللي خرجت من الصخرة الملعونة. ملفات سرية. تعالوا نروح للعنة الأميرة الفرعونية. بنسمع حكايات كتير عن لعنة الفراعنة، وأهمهم طبعا حكاية اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون اللي اكتشفها العالم الأثري البريطاني هولد كارتر من بعد ما فتح المقبرة، والكوارث بدأت تحصل، وخصوصا أن كل اللي دخل المقبرة قيل أنه مات بشكل مرعب جدا، حتى أن الكهرباء في القاهرة كلها قطعت بالتزامن مع فتح المقبرة. لكن النهاردة هنتكلم عن لعنة تانية، لعنة تسببت في غرق سفينة تايتانيك. فاكرين اتكلمنا عنها، بس خلينا أقول لك إن البداية كانت في القرن 19، تم اكتشاف مومياء الأميرة آمن رع، والمومياء دي كانت لسيدة مجهولة ومكتوب على باب المقبرة سيصاب بالموت كل من يزعج الأميرة. كان في المقبرة زخارف وعبارات بالهيروغليفي، وتم ترجمتها واكتشفوا إن المومياء بتعود لأميرة اسمها آمن رع، وعاشت الأميرة في الفترة ما بين 900 قبل الميلاد ل 1500 قبل الميلاد، وعشان كده تم تسمية المومياء باسم المومياء أو الأميرة آمن رع. بتبدأ الحكاية لما العالم الإنجليزي دوغلاس موراي اشترى المومياء من تاجر أمريكي مجهول، الكلام ده سنة 1910 ميلاديا. التاجر الأمريكي المجهول اشترى المومياء لما تم اكتشافها في مصر وهربها لبريطانيا، وخصوصا أن في الوقت ده كان موضوع التهريب مش معلهوش الرقابة الحالية. التاجر الأمريكي باع المومياء الفرعونية بسعر رخيص جدا، أنا ذاك يعني اتباعت $4,000. العالم الإنجليزي استغرب من السعر، لأن مستحيل شيء أثري زي ده يتم بيعه $4,000. العالم مهموش النقطة دي واشترى فعلا المومياء. بعد ما اشتراها بدأت الكوارث تحل عليه هو شخصيا. في نفس الليلة بعد ما باع التاجر الأمريكي المومياء للعالم الإنجليزي، مات في ظروف غامضة ومحدش يعرف لحد يومنا حصل إيه للتاجر. بعد 3 أيام خرج العالم الإنجليزي لرحلة صيد، وخلال الصيد انفجرت البندقية في إيده بدون سبب واضح، ومش بس كده تم بتر ذراعه بالكامل. هل الموضوع وقف؟ لا، زادت الأحداث الغريبة، حوادث غريبة وأمور غامضة حصلت لكل من اقتنى هذه المومياء، وكمان مات 2 من العمال اللي حملوا للعالم المومياء في ظروف برضو غريبة. في اللحظة دي حس دوغلاس ان في شيء مش طبيعي بيحصل، فقرر انه يتخلص منها، فأهداها لصديقته بعد ما حكى لها قصتها، فهي قررت انها تاخدها وتفحصها لانها كانت عالمة في الآثار المصرية القديمة. أخدتها، ماتت والدتها، بعد أيام بسيطة على موت أمها ماتت هي كمان. بعدها رجعت المومياء للعالم دوغلاس مرة تانية، لكن العالم ما تحملش وجودها لانه عارف اللعنة، فقرر انه يهديها للمتحف البريطاني مجانا. هل وقفت اللعنة؟ لا، في نفس اليوم اللي تم تسليم المومياء فيه للمتحف البريطاني مات المسؤول عن المتحف بمرض غريب ونادر فجائي، ومات المسؤول عن المعروضات، ومات كمان مصور المتحف أمام المومياء وهو بيحاول أن يلتقط صورة ليها. عمال المتحف قالوا إن هم كانوا بيسمعوا أصوات أنين غريب وصرخات جاية من عند المومياء الأميرة آمن رع.
بعد مرض ده قرر المسؤولين عن المتحف يرسلوا المومياء هدية لمتحف نيويورك، وبالفعل تم انقلاب سرية تامة سنة 1912 لنيويورك على متن سفينة شهيرة آنذاك تدعى السفينة تايتانيك. قائد السفينة كان بيحكي للموجودين أنه بيحصل له حاجات غريبة. البعض الناجين بيقولوا أنهم كانوا بيشوفوه بيتكلم مع نفسه، وبدأ يتكلم عن أنه بيشوف سيدة جميلة وبيقابلها على السفينة. بعدها قال أنه قاد السفينة بلا هدى وبسرعة غريبة لتصطدم بجبل جليدي وتغرق السفينة بالكامل وتغرق المومياء الملعونة. الأمر كان غريب جدا، وخصوصا أن السفينة دي كان بيتحكي عنها حكايات كتير أنها السفينة التي لا تغرق وأنها سفينة من أجمل وأقوى سفن العالم، بس غرقت. وبيقال أن مش موضوع جبل جليدي، أن آمن رع هي السبب في غرقها وموت أكتر من 1500 بني آدم غرقا. ملفات سرية. وإلى لعنة الأكفان. بداية اللعنة كانت في بلدة صغيرة تابعة لولاية كنتاكي الأمريكية. كارل شاب متزوج وبيعمل في ورشة تقطيع أخشاب. حياته مستقرة وبتربطه علاقة حب قوية بزوجته. كان عنده عيب خطير جدا، كان مدمن لشرب الخمور. وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة سنة 1938 رجع للبيت وكان سكران جدا. حصل مشاجرة بينه وبين زوجته، محدش عارف ازاي المشاجرة بدأت، لكن الكل كان عارف انتهت ازاي. انتهت بقتل زوجته، ولما فاق من نوبة الغضب اللي كان فيها عارف انه ارتكب جريمة بشعة. انتحر وساب وصية ان يتم دفن جثته مع زوجته في مقبرة واحدة. اهل الزوجة رفضوا رفض تام انه يدفن مع بنتهم اللي قتلها. تم دفن كارل في مقبرة بعيدة عن مقبرة زوجته، وبعد عدة أسابيع لاحظ الأهالي أن شكل قبر كارل بدأ يظهر عليه بقع سودة. الأشكال دي بدأت تاخد شكل وجه كارل وهو يصرخ. وفي أحد الليالي راح ثلاث شباب عند المقبرة وفضلوا يسخروا من المقبرة وفضلوا يكسروا فيها ويشتموا كارل ويلعنوه بسبب اللي عمله. كل واحد فيهم رجع لبيته، بس الغريبة أن التلاتة ماتوا في حوادث غامضة متتالية. واحد اتكسر رقبته، واحد غرق، والثالث أصيب بمرض قضى عليه في وقت بسيط. واحدة من أمهات الأولاد اللي ماتوا قررت أنها تنتقم وتكسر القبر، وراحت وحملت فأس وفضلت تكسر في القبر، ودخلت جوه ما لقيتش أثر أصلاً لجثة كارل، لكن لقيت الكفن موجود وفاضي. أخذت الكفن ورجعت البيت وهي مقررة تحرقه. تاني يوم طلعت فوق سطوح البيت، لكنها اختل توازنها ووقعت وماتت. اللي حصل خلى كل الناس تخاف أكتر. رجعوا الكفن جوه المقبرة، وبعد مدة من الحادث كان قاضي البلد راكب عربية بتجرها الخيول ومعه زوجته وأولاده. حب يعمل شجاع أمام أولاده وطلع مسدس وأطلق منه رصاصة على مقبرة كارل. فجأة الخيول أصيبت بحالة من الجنون، جريت بسرعة كبيرة ناحية منحدر فوق الجبل. القاضي رمى أولاده وزوجته من العربة بسرعة، لكنه ما قدرش ينط أو ما لحقش ينط. وقعت العربية وهو فيها من فوق الجبل ومات. فيما بعد تم نقل الكفن لمنزل أحد الكهنة، وتم وضع حراسة عليه مكونة من 2 ضباط شرطة خوفا من لعنته. لكن الأمور تطورت، وتاني يوم تم العثور على الشرطيين قتلى بطريقة بشعة. كل ده من لعنة كفن. في بعض الأقوال والأساطير والحكايات بتقول إن تم نقل الجثمان أو ما تبقى من الجثمان بعد كده لقبر زوجته، فانتهت اللعنات بذلك. بيقال إن أرواح الموتى بتتصل بالأحياء، وإن الإنسان لما بيموت بتقدر الروح تتحول لشيء تاني، شيء شفاف لا يخضع لقوانين الطبيعة، وبيقدر تتواصل وتبلغ رسائل معينة للأحياء وخصوصاً الأقارب والأصحاب. كمان روح الميت ممكن توصل بيها الدرجة من التجسد إنها تصبح مرئية. أحياناً بتكون ودودة، وأحياناً مزعجة، وأحياناً وراها أثار أو لعنات. والبعض بيقول إنها لا، مش أرواح ولا حاجة، الروح ملهاش تواصل مع البشر، إن اللي بيحصل ده جن أو قرين. ملفات سرية. في أسبانيا تحديدا سنة 1971 انتقلت ماريا هي أسرتها لقرية اسمها بيلمز، وهناك استقروا واشتروا مزرعة، وكانت من ضمن الممتلكات اللي اشتروها بيت كبير. بتقول ماريا في البداية كانت كل حاجة كويسة جدا، الحياة طبيعية، لحد ما في يوم كانت بتقوم ببعض أعمال المطبخ كعادتها، وبالصدفة وقع منها طبق الخضار على الأرض. لما وطت على الأرض وبدأت تجمع الواقع، لاحظت شيء غريب قوي على الأرض.
لحظة ضوء أسود على الأرض ما شفتهاش قبل كده. حاولت تمسحها وجابت فوطة وبعض المنظفات علشان تنظف. كل ما تمسح جزء من البقعة يتشكل تاني. وفضلت تمسح تمسح، لكن بعدها تشكل تحتها وجه بشري لست مطبوع على البلاط، وكأن واحد محترف رسمه على البلاط. اترعبت، حاولت تمسح الوش من على الأرض وجابت المنظفات أكتر، بس الوش كانت كل ما تمسحه يوضح أكتر كأنها بتلمعه. جه زوج ماريا وابنها وبدأوا كلهم يحاولوا يمسحوا الوش بأي طريقة، لكنهم فشلوا. الابن جاب فاس وبدأ يكسر في الأرض وشال البلاط. تاني يوم اشتروا بلاط جديد وتحط مكان البلاط القديم لعل اللعنة تنتهي. مر شهر تقريبا بعد الموقف ده، وفي يوم ماريا كانت في البيت اتفاجأت بصورة وش على بلاط المطبخ في نفس المكان القديم، بس كان مختلف عن الوجه الأول. حاولت ما تحكيش وتخبي عن زوجها، وجابت سجادة حطتها فوق صورة الوش. تاني يوم الأمور تصاعدت واتنقلت لمرحلة جديدة، ظهرت صور وشوش تانية في أجزاء مختلفة من البيت وفي أكتر من مكان، والسبب غير معلوم. وشوش ستات وأطفال ورجالة، وشوش مختلفة لكن كلها مفزوعة وخايفة. الرعب بدأ يصيب كل من في البيت، كانوا عايشين في جحيم حرفيا. بمرور الوقت بدأوا يلاحظوا أن الوشوش دي تعبيرات العارية بتتغير، بتتحول لتعبيرات حزن، والحزن بيزيد كل يوم عن اللي قبله. واللي زود الموضوع جنون ان الوشوش بدأت تختفي من مكان وتظهر في مكان تاني بدون سبب، وكمان كانت بتتغير في نفس المكان. يعني بالليل تكون راجل، يصحى الصبح يلاقوها ست، وبعد كده تتبدل طفل. اللي كان بيحصل يا جماعة في بيت ماريا جذب انتباه كل اهل القرية، وكل حد كان بيقول تفسير مختلف. مفيش حد عنده حاجة منطقية يقولها، ولكن الكل اجمع ان ده شيء خارق للطبيعة. الموضوع جذب فريق من المحققين اللي بيهتموا بعالم ما وراء الطبيعة والخوارق. الفريق كان بيضم أساتذة في الجامعة وباحثين مختصين في عالم الماورائيات. الفريق وصل منزل ماريا وبدأوا في عمل الاختبارات والتجارب على صور الوشوش. صوروها بالأشعة السينية وفوق البنفسجية. كان في البداية في شك أن الموضوع خدعة، لكن تم التأكد أن الصور حقيقية والاختبارات سلبية. تم وضع ميكروفونات حساسة من النوع اللي بيلقط أي أصوات الأذن البشرية ما تقدرش تلقطها. كانت المفاجأة، سمعوا أصوات حشرجة تخرج من هذه الوجوه. تم تنقية الصوت وقدروا يسمعوا بعض الجمل وبعض الكلمات اللي بتتقال بالأسباني. كانت أصوات لأطفال ونساء ورجال، منها اللي بيصرخ ومنها اللي بيبكي ومنها اللي بيتكلم أسباني. وبصعوبة التقطوا صوت مذعور بيملأ الخوف لطفلة من وسط بكائها. التقطوا الآتي: نحن جميعاً أموات، أخرجوني من هنا، إن الظلام هو فقط الموجود. فريق المحققين قرروا أن يحفر في أرضية البيت. حفروا 3 متر، تم العثور على عشرات الجثث المتحللة. رجال وأطفال ونساء تم قتلهم بطرق بشعة وتعذيبهم. جثث منها مطعون، منها راسه مفصولة عن جسمه، ومعظمهم معذبين. الأبحاث أثبتت أن الأرض اللي اتبنى عليها البيت كانت مقبرة جماعية من مدة بسيطة، والفترة دي تم ارتكاب مجزرة تحت ستار الدين. بيت ماريا أصبح فيما بعد ذلك مزار سياحي بيجيله سياح كتير علشان يشوفوه. أما الجثامين فتم إخراجها ودفنها في مقابر المدينة علشان بعد كده تختفي صور الوشوش وتستريح الأرواح بعد ما وصلت الرسالة الأخيرة: ملفات سرية. ومن أشهر لعنات الأرواح المعذبة، خلينا أقولك لعنة ألكساندر كامبل. نروح لبنسلفانيا ولحظة إعدام ألكساندر كامبل، وتحديدا قبل 150 سنة. ومع غروب شمس يوم السبت وداخل سجن مدينة بنسلفانيا، كان بيتم تجهيز غرفة الإعدام لتنفيذ القصاص في 4 أشخاص تم اتهامهم بقتل راجل وزوجته للسرقة. 3 من المتهمين كانوا مستسلمين تماما لمصيرهم واعترفوا بالذنب، وكانوا بيتحركوا بهدوء لتنفيذ حكم الإعدام عليهم. الشخص الرابع كان ألكساندر كامبل، رفض الخروج من الزنزانة وفضل يتوسل ويقسم أنه بريء وما قتلش حد. رغم كل توسلاته
ومحاولاته لنفي التهم عن نفسه، لكن النهاية المحكمة حكمت بإعدامه. تم سحبه لتنفيذ الإعدام رغما عنه. كان بيصرخ إنه مش عاوز يموت وبيصرخ إنه بريء. وهم بيلفوا حبل المشنقة حوالين رقبته عمل حاجة غريبة جدا، ضرب الحيطة بإيده فطبعت بصمة عليها، وقال وهو بيبكي إن بصمة إيده هتفضل مطبوعة هنا دليل على براءته. تم تنفيذ حكم الإعدام. العجيب في القصة إن بصمة أو طبعة كف كامبل على الحيطة فضلت موجودة مكانها. إدارة السجن بيقال إنها حاولت تمحوها وكشط الجدار ودهان الحيطة، لكنها كانت بترجع من جديد. موضوع مرعب لدرجة إن إدارة السجن هدت الحيطة وبنت حيطة جديدة بعدها، لكن البصمة ظهرت من جديد. بعد 150 سنة على إعدام كامبل لسه بصمته موجودة على الجدار، لدرجة دفعت المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا لإصدار قرار سنة 2005 بيعتبر إعدام كامبل غير دستوري وظالم. ملفات سرية. وإلى لعنة غريبة. في 2010 في كازاخستان في قرية اسمها كالاخي حصلت حادث ما خدش اهتمام كافي. 8 أشخاص من الأهالي وقعوا على الأرض نيام بدون مقدمات، كانوا كويسين، حسوا إن هما نعسانين وعايزين يناموا ووقعوا على الأرض. الشخص بيقع ضحية لحالة من النوم المفاجئ ونوم عميق لدرجة إنه يعني بيوصل لمرحلة من العمق الغريب. ولما بيجي حد يصحيه بيصحى عادي ويدخل الحمام أو يأكل حاجة بالعافية ويعود للنوم، ولو فضلوا سايبينه نايم ممكن ما يصحاش تاني. الموضوع عدى عادي، لكن في 2013 الظاهرة انتشرت وزاد عدد الناس اللي بتنام لوحدها، العدد زاد عن 200 شخص. حتى الحيوانات ما سلمتش من الحالة الغريبة دي. الناس كانت بتبقى فايقة وماشية وبتمارس حياتها وفجأة يقعوا على الأرض من طولهم نايمين، مجرد نايمين، كأن حد سحب منهم الوعي فجأة. تستمر فترات النوم فترات طويلة ليومين أو ثلاثة، وحصل إن في يوم واحد وصل عدد الناس النايمة بدون سبب لـ 100 شخص في نفس الوقت. لا في تفرقة في سن ولا جنس ولا حالة صحية، كلهم نومهم ممتد من ساعات لأيام، لدرجة إن البعض منهم نام 6 أيام متواصلة، نوم عميق هادئ جدا جدا. تخيل كده تبقى ماشي وسايق العربية وفجأة تنام بدون مقدمات. حوادث لعنة النوم انتشرت والموضوع بدأ ينتشر ويتعرف، والناس بقوا بيقولوا على القرية قرية النوم الملعون. والغريب ان مش بس سكان القرية اللي حصل لهم كده، لكن كمان كان اي حد غريب بيدخل القرية كان بيتعرض لهذه العدوى. زي الالماني بول اللي كان في زيارة هناك واصيب بلعنة النوم واستمرت معاه لحد ما رجع مدينته. كان اوقات بينام لدقائق ويفوق، واوقات تانية كان بينام لايام متواصلة. لكن المصيبة انه دخل في نوبة نوم لمدة سنة، ولما صحي قال ان خلال هذه الفترة كان بيترك جسمه وبيدخل جسم شخص من سنة 3906، وحكى بالتفاصيل الدقيقة احداث عاشها في المستقبل. الموضوع وصل للمختصين اللي بدأوا يدرسوا الحالات، فقالوا إن الشخص بيبقى مش قادر يتكلم، ولو فوقته هيتكلم معاك ويرد على أسئلتك، بس لو سبته ثواني هينام تاني. البعض قال إن هما بيمثلوا، لكن الأبحاث والدراسات والفحوصات قالت لا طبعا. بعض الأشخاص الموضوع تكرر معهم أكتر من مرة، وعدد كبير منهم اشتكى من هلوسة وكوابيس، زي طفلين صحيوا مرعوبين وبيقولوا إن هما شافوا تعابين وديدان في سريرهم بتاكل في إيديهم وهم نايمين. اتعمل تحاليل كتير على اللي حصل معهم هذه الحالة، وتم فحص الهواء والمية والتربة والأطعمة بتاعة القرية في محاولة لفهم سبب ظاهرة النوم اللي بيمتد لشهور وسنين، والنتائج كلها سلبية. ملفات سرية. سنة 1950 لعنة جديدة في أحد المدارس الداخلي للبنات في إنجلترا. وفي واحدة من غرف سكن البنات كان في مجموعة من الطالبات متجمعين في أوضة أميلي. قامت واحدة من البنات وقررت انها تعمل مشروب ساخن واشعلت الموقد، وبالغلط اتكعبلت في الموقد والنار مسكت في أميلي. طلعت تجري في الممر بين الأوض وهي بتحترق. محدش كان قادر يقرب، الكل خايف ومرعوب واصيب بشلل. تم نقلها بعد كده لمستشفى الحروق وماتت بعد يومين بسبب الحروق الرهيبة اللي تعرضت ليها. عادي،
حادث مأساوي. اللي مش عادي اللي حصل بعد كده. من بعد الحادث كل يوم بالليل البنات في غرف السكن يسمعوا صوت صرخات أميلي. واحدة من البنات جت السكن جديد بعد الحادث وما كانتش تعرف أي حاجة وسكنت في أوضة في نفس الدور اللي حصل فيه الحادث. لقيوها مغمى عليها في حمام أوضتها. قالت كنت في الحمام لقيت ستارة الحمام بتتجسد على شكل بنت ولما اتفتحت شفت بنت محروقة وصرخت وبعدها نور الحمام اتطفى. حادثة تانية بتحكيها واحدة تانية من البنات في نفس السكن بتقول صحيت على صوت حد بيفتح باب أوضتها ولما فتحت عينيها شافت قدامها أميلي وكان شكلها بشع محروقة بالكامل وبعض الأجزاء من لحمها بتتساقط على الأرض. الموضوع ما وقفش عند كده كمان. في بنت تالتة كانت نايمة في أوضتها وسمعت حد بيحاول يفتح الباب وبيحرك مقبض الباب بعنف وكأن الأوضة مقفولة بالمفتاح. لما صحيت وفتحت الباب وبصت في الممر اللي بين الأوض شافت أثار حرق على الحيطان يمينا ويسارا. البنت اللي مرت بالتجربة دي خافت ودخلت أوضتها وقفلت الباب بسرعة وكلمت الأمن. لقوا إيه؟ لقوا نقش محفور لوش شبيه جدا بوش أميلي على الحيطة. إدارة المدرسة قررت تغيير باب الأوضة بسبب استحالة إن هم يشيلوا النقش من عليها في الوقت ده بالذات في اللحظة دي. ولكن اللي حصل إن النقش بدأ يظهر على الباب. باب في التاني في التالت والنقش بيتجدد. وأصبح وجه إميلي عبارة عن لعنة بتصيب الباب. وصرخاتها مستمرة حتى الآن. ملفات سرية. اللعنات يا جماعة مش شرط انها تصيب البشر، ممكن تصيب الحيوانات. في اسكتلندا وتحديدا غرب في الغرب في هناك جسر اسمه أوفرتون، تم تسميته بالاسم ده نسبة لاسم لورد صاحب المكان. بس المرعب ان كان اي قط او كلب بيمر من فوق الجسر بيجري بدون سبب وبيرمي نفسه من فوق الجسر وينتحر. بالرغم من كل المحاولات المستمرة بداية من الخمسينات والستينات لمعرفة السبب لكن محدش عارف ليه. تقريبا كل سنة في كلب بيرمي نفسه من فوق الجسر من على ارتفاع 15 متر للشلال الماء اللي تحت. الغريب ان بقى الكلاب المنتحرة دايما بتنط من نفس الناحية بس من الجسر. في طقس واضح، جو هادي، مفيش حاجة ممكن تخليه يتزحلق أو خلافه. تعرفوا ان هم حطوا كاميرات وشافوا ولقوا ان مفيش اي حد ورا الموضوع. لما الموضوع انتشر في منظمات لحماية الحيوانات والطيور بعتت 2 من الخبراء عشان يدوروا على سبب مقنع وعلمي للي بيحصل بيؤدي لانتحار الكلاب والقطط فوق الجسر. بعد شوية فحوصات للمكان المحيط بالجسر والاصوات والروائح قالوا احتمال يكون هناك بعض روائح الحيوانات الموجودة تحت الجسر هي اللي بتجذب الحيوانات انها تنط. البعض اعتبر التفسير منطقي والبعض قال مش مقنع وفضل الوضع ده مدة طويلة لحد ما أحد الصحف المحلية بعتت مراسل هناك علشان يعمل تحقيق صحفي وقدر المراسل يتواصل مع شخص اسمه جون. هو رجل عجوز وبيشتغل صياد وعايش في المنطقة دي بقاله حوالي 50 سنة. قال الجسر ده ملعون من سنين طويلة. السبب إن في أكتوبر سنة 1994 كان في ساكن اسمه مارتن رمى ابنه اللي كان عنده أسبوعين من فوق الجسر وفي نفس الجانب اللي الكلاب والحيوانات بتنط منه. لما اتقبض على مارتن قال انه قتل ابنه لان ابنه هو الشيطان وكان لازم يقتله عشان ما يكبرش. وهو نفسه حاول ينتحر بعدها بس لقيوه وقدروا ينقذوه. اتقدم للمحاكمة وتم اعتباره مريض عقليا. الخلاصة ان الراجل رمى ابنه من فوق الجسر وقتله بحجة انه هو شيطان او بتحتل جسده ارواح شريره. لحد وقتنا ده موجود هناك لافته بتحذر من مرور اي حيوانات هناك، اما البشر فما بيحصلهمش اي حاجه. السبب الله اعلم. صحيح ان اللعنات بتصيب الناس او الاماكن او الاشياء لكن ممكن تكون موجوده جوه لحن موسيقي. ملفات سريه. البداية في انجلترا لما سامويل حب في عيد ميلاد زوجته انه يهديها هدية مميزة اشترى لها بيانو علشان تعزف عليه وخصوصا انها كانت بتحب العزف جدا. بس الغريب ان الزوجة بعد كده ما كانتش بتعزف غير لحن واحد، لحن غريب كئيب تكرره ليل نهار
صامويل اتضايق وطلب منها تغيره، لكنها رفضت وقالت ما بتعرفش تعزف غيره. اشترى لها كتاب فيه نوت موسيقية، طلب تختار لحن منه أو ألحان منه، لكنها فضلت تعزف نفس اللحن الكئيب. وفي يوم صامويل جاله نوبة جنون قتل زوجته بسبب اللحن ده، مسك الفاس كسر راس مراته وبعدها كسر البيانو. لما فاق من نوبة الجنون ندم على اللي عمله بس حاول يخفي الجريمة. رمى جثمان زوجته في البحر وقال إنها وقعت وغرقت، لكن الشرطة قبضت عليه بس ما كانش فيه دليل على اللي عمله وما تمش العثور على الجثمان أصلا، وتم إطلاق سراحه ورجع لبيته. الجيران خلال الفترة دي كانوا بيتجنبوا الكلام معاه أو الاقتراب منه. محدش عارف إيه اللي حصل بعد المدة دي، لكن اللي حصل إن هو اللي قرر يعترف بجريمته في جواب كتبه وانتحر ورمى نفسه من فوق مكان عالي. فضل البيت مهجور فترة، وكل اللي راح هناك كان بيسمع صوت العزف لهذا اللحن الكئيب. الأهالي قالوا إن هما كانوا بيشوفوا شبح الزوج والزوجة واقفين فوق سطوح البيت، وقالوا إن هما كمان بيشوفوا شبابيك البيت بتفتح وتتقفل لوحدها كل يوم بالليل في نفس الميعاد، وقالوا إن هما بيسمعوا هذا اللحن الكئيب. القصة ما انتهتش لحد كده. بعد مرور 10 سنين جه زوج وزوجة واشتروا البيت، والبيانو تم العثور عليه موجود اللي المفروض انه اتكسر. واللي حصل لزوجة شارلي حصل للزوجة الجديدة، كانت بتعزف نفس اللحن الغريب. وفي يوم الزوج حصل له برضه نوبة جنون وقتل زوجته بسبب اللحن، ولما فاق قال ان هذا اللحن يردد ترانيم الشيطان وهو السبب فيما فعلت في زوجتي. ملفات سرية. تعالوا نروح لسنة 1941. الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أمر بنبش قبر تيمور لانك، والسبب كان مجهول. القبر كان بيقع داخل ضريح كبير في إحدى المدن في أوزبكستان. وكان بعنوان ضريح الأمير أو غور أمير. كانت حملة التنقيب السوفيتية لفتح القبر بقيادة عالم أثار يدعى ميخائيل كراسيموف. بحسب الروايات اللي اتقالت إن في 3 شيوخ كبار من سكان المدينة راحوا لفريق التنقيب ونصحوهم بعدم فتح القبر وحذروهم وقالوا لهم إن في لعنة مميتة قاتلة بتحرس القبر، وإن اللعنة دي قوية لدرجة إن تأثيره بيحصل بعد 3 أيام بالظبط. ما صدقوش واعتبروها خرافة أسطورة للتخويف، واستمروا في نبش قبر تيمور لانك. أول شيء فاجأ العلماء لما فتحوا غطاء القبر انتشر ريحة غريبة، ولقوا قدام منهم عبارة منقوشة على رخام القبر مكتوب عليها عندما أقوم من الموت فعلى العالم أن يرتعد. كان مشهور هذا الرجل بالحروب اللي خاضها في حياته، وفي داخل القبر نفسه لقى العلماء تابوت من الخشب الفاخر حالته سليمة تماما رغم من عمره تجاوز 500 سنة. وكان مكتوب على التابوت عبارة تانية كالآتي: كل من يدنس قبري فسيطلق العنان لقوة غازية أكثر فظاعة مني. العبارات كانت مخيفة وأكدت كلام الشيوخ إن في لعنة بتحرس القبر. كملوا مهمتهم للأسف واعتبروها زي الجمل الموجودة داخل مقابر الملوك والأباطرة علشان يخاف لصوص المقابر. المهم بدأ العلماء يفتحوا التابوت الخشب علشان يلاقوا جواه هيكل عظمي ضخم لرجل طويل القامة ولابس درع من الذهب. العلماء أخذوا الهيكل العظمي وبعدين قفلوا القبر ورجعوا بسرعة على مدينة موسكو. هل القصة انتهت؟ لا، دي بالعكس، دي بدأت. لأن بعد يومين بالظبط على فتح القبر في 22 يوليو سنة 1941 حصل اجتياح من الجيش الألماني للاتحاد السوفيتي، ودي كانت أكبر عملية غزو في التاريخ. شارك فيها 3 مليون جندي ألماني في عملية مباغتة بأمر مباشر من هتلر، والجيوش السوفيتية انهارت بسرعة بسبب الصدمة والهجوم الخاطف والمباغت. وقدر الجيش الألماني أنه يدخل في عمق الأراضي السوفيتية لحد ما وصل لمشارف مدينة موسكو. غرابة القصة ما انتهتش لحد هنا.
لأن لما وصلت قصة لعنة قبر تيمود لانك إلى ستالين واللي كان وقتها يائس بيحاول يجد أي أمل عشان يوقف الغزو النازي، أمر بإعادة جثمان تيمود لانك إلى مكانه في أسرع وقت وأن يتم دفنه مرة تانية في قبره. وبالفعل قامت طائرة عسكرية خاصة بنقل الجثة من موسكو وتم دفنه في قبره مرة تانية. بعد يومين على إعادة الدفن قدروا الروس إن هم يهزموا الألمان في معركة اعتبرها الخبراء العسكريين الأشرس والأكثر دموية في تاريخ الحروب البشرية. وكانت المعركة دي بمثابة نقطة تحول في مسار الحرب العالمية الثانية، لأنها شكلت بداية نهاية هتلر. قصة لعنة هذا الرجل ارتبطت كمان بشاه إيران نادر شاه، واللي بيعتبره البعض بمثابة نابليون الشرق بسبب انتصاراته وفتوحاته خلال القرن الـ18. نادر شاه كان من أكبر المعجبين بتيمود لانك، وكان بيعتبره قدوة له من الناحية العسكرية، وخصوصاً أن بداية كل واحد فيهم كانت متشابهة لحد كبير. الاثنين اتولدوا في عائلة فقيرة وبدأوا حياتهم من الصفر. أعجاب نادر شاه الشديد بهذا الرجل خلاه يقرر أنه يغزو المكان اللي فيه الضريح، وكان مصمم على نقل ضريحه إلى إيران، فأمر الرجال بنبش القبر. لكن خلال عملية النبش انكسر الحجر اللي بيقفل القبر وانشطر إلى نصفين. أحد المنجمين حذر نادر شاه ونصحه أنه يرجع الحجر مكانه، وتم إغلاق القبر. لكن بعد وقت قصير على الموقف ده تم اغتيال نادر شاه، واتقتل بطريقة وحشية على أيدي مجموعة من أشد المقربين ليه. وبعد قتله تسلم الحكم ابن أخوه عادل شاه، واللي قام بعدها بقتل وإعدام جميع أبناء وأحفاد نادر شاه. البعض وصف اللعنة بالسحر، وخصوصا أن هذا الرجل تيمرلانك كان معروف اهتمامه بالسحرة المشهورين في الزمن ده، وبيقال أن السحرة هم اللي وضعوا اللعنة على قبره لحمايته بعد موته بناء على وصيته. ملفات سرية. اللعنات مش شيء غريب أو جديد. الفايكنج زمان كانوا بيغرسوا عمود خشب فوق جمجمة حصان قصاد بيت الشخص المراد لعنه، وكانوا بيدعوا آلهة الموت للانتقام من هذا الشخص عن طريق غرس العمود الخشب قدام بيته. وزي ما قلنا فوق العمود الخشب بيتم وضع جمجمة حصان فوقها مزيج من الألوان والطلاسم السرية. والساحر اللي بيستخدم الطريقة دي بيطلق عليه ناجانجا، وبيضيف للجمجمة شرائط وأجراس لشحذ القوى الشيطانية والأرواح. وحسب المعتقدات بيتم استحضار كيان شرير اسمه ناكسي ومعناه صائد الليل، بيتولى الانتقام من أي حد تم كتابة اسمه على جمجمة الحصان. بالإضافة لكده تم العثور على أثار بتوضح أن اللعنات موجودة من آلاف السنين، زي اللعنة اللي تم العثور عليها في أحد ديرة برشلونة وكان مكتوب فيها: من يسرق هذا المكان عسى أن يصرخ طالبا الرحمة، وعسى ألا تنقطع آلامه إلى أن يتحول إلى جيفة متفسخة، وإلى أن تعشش الديدان في أحشائه مثل دود الموتى الذي لا يفنى. اللعنات بيكون الهدف منها في معظم الأحيان الانتقام، وخصوصا لو كان الخصم صعب أنك توصل ليه كعدالة، وقتها بيتم استنزال لعنات الآلهة القديمة على الخصم، وده شيء منتشر تقريبا في كل الحضارات القديمة. وأقرب مثال على كده لعنة الهنود الحمر. في أمريكا في القرن 19 حصلت معركة وقتال شرس بين الجيش الأمريكي بقيادة حاكم إحدى الولايات، وكانت إنديانا تحديدا، وكان اسمه هنري هاريسون، مع الهنود الحمر أو السكان طبعا الأصليين للقارة الأمريكية. هنري هاريسون كان على رأس جيش مكون من 1000 جندي تقريبا، واللي خرجوا في مواجهة الهنود الحمر. وسبب تحرك الجيش الأمريكي ساعتها هو أنهم كانوا عاوزين يستولوا على أراضي الهنود، أو بمعنى أصح يعملوا إبادة شاملة. في اليوم ده قدر الجيش الأمريكي أنه يهزم الهنود الحمر في معركة شرسة جدا. وبعدها خرج راجل عجوز من الهنود الحمر كان بيدعى بالساحر أو العراف، ووقف فوق صخرة في أرض المعركة ولعن الحكومة الأمريكية وأي رئيس أمريكي يمسك الرئاسة، لعنهم وقال أنه كل 20 سنة اللعنة هتتجدد وتصيب كل حد يبقى رئيس لأمريكا ويموت قبل ما يكمل فترة رئاسته. ويليام هاريسون مسك الرئاسة في 1840 ومات بعد شهر واحد بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.
بعدها بعشرين سنة أبراهام لينكولن مسك الرئاسة في 1860 واتقتل بعدها في حادث اغتيال وما كملش فترة الرئاسة. بعدها بعشرين سنة في 1880 مسك جيمس غارفيلد الرئاسة وتم اغتياله وما كملش فترة الرئاسة. ويمر 20 سنة ويتولى ويليام ماكينلي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 1900 ويتم اغتياله. وتستمر الحوادث تتكرر كل 20 سنة وتسببت في أنها قتلت 7 رؤسات من الولايات المتحدة الأمريكية. كان ريغان آخرها في 1980 واللي بالفعل كان في محاولة اغتياله في 1981 بس الرصاصة ما جاتش في مقتل وقدر أن ينجو في محاولة الاغتيال. وتقريبا لما نيجي قدر انه يكسر اللعنه لان بعدها توقفت تماما. ده كلامهم، لكن كانت من اشهر اللعنات المذكوره في التاريخ، وازاي راجل عجوز هندي قدر انه يلعن رؤساء اقوى دوله في العالم ويتسبب في قتل 7 رؤساء ونبوءته تتنفذ. 7 رؤساء قتلوا بسبب هذه اللعنه. زي ما قلنا في البداية ووضحنا طول حلقتنا أن اللعنات عبارة عن ضرر بيتم عن طريق قوة خارقة للطبيعة بواسطة سحر أسود أو أرواح أو مس شيطاني، وفي الغالب بتصيب اللعنة أشخاص معينة. حكينا النهاردة ودخلنا جوه أسرار وخبايا مجموعة من أشهر اللعنات في التاريخ، لكن قبل ما نختم حلقتنا خلونا نختم مع لعنة مصرية، لعنة تختلف عن كل اللي اتكلمنا عليه النهاردة. ملفات سرية. شخصية خيالية أصابت كل اللي قرب منها بالموت. الشخصية دي هي شخصية علوان البكري في المسلسل الشهير جداً ذئاب الجبل، اللي قام بأدائها الفنان عبدالله غيث. شخصية علوان اتقال إن في لعنة أصابت كل ممثل حاول يقوم بيها. البداية لما تم ترشيح الدور للفنان صلاح قبيل وقام بتصوير 8 مشاهد، لكن في أحد الأيام هو في استوديو التصوير وبيصور مشاهد المسلسل والشخصية اشتكى من صداع شديد واستأذن علشان يروح يرتاح. في اليوم ده ضغطه ارتفع وراح المستشفى على العناية المركزة، وبعدها بيومين توفاه الله. وكلنا طبعا سمعنا عن الإشاعة اللي قالت إنه دفن وهو حي، ولكن خلينا نؤكد إنها إشاعة ومفيش ليها مصدر يوثق هذا الحدث. المهم مخرج المسلسل أستاذ مجدي أبو عميرة اقترح إن الفنان نبيل الحلفاوي هو اللي يقوم بالدور، لكن لما اتعرض على الفنان نبيل الحلفاوي اعتذر، وبعدها راح المخرج والمؤلف على بيت عبدالله غيث وقالوا إن في شخصية محتاجينه فيها هي شخصية علوان البكري، والدور لراجل صعيدي ومناسب جدا ليه. الفنان عبدالله غيث حس بتشاؤم من الدور، وخصوصا لما عرف بموت صلاح قبيل وهو بيأدي الدور، وقال لهم انتوا عاوزين تموتوني انا كمان ولا ايه؟ ورفض يعمل الدور في البداية، لكن هم اقنعوه في النهاية، وخصوصا ان الدور كان فعلا مميز ومكتوب بطريقة حلوة جدا. وبدأ التصوير، وبعد مدة بسيطة انتهى الفنان عبدالله غيث من تصوير حوالي 90% من مشاهد المسلسل، ولكن في احد الايام تعب وحس بضيق في النفس وصداع عنيف. لاحظوا برضو ان احنا قلنا ان الفنان صلاح قبيل اشتكى من الصداع العنيف ده. المهم تم نقل الفنان عبدالله غيث للمستشفى وتوفاه الله بعد 18 يوم. الفنان احمد عبد العزيز في احد التصريحات الصحفية قال ان من الصدف الغريبة اللي حصلت ان الفنان صلاح قبيل عمل اول 8 مشاهد من شخصية علوان البكري ولكنه توفى بعدها، وجي الفنان عبدالله غيث وعمل كل مشاهد الشخصية الا اخر 8 مشاهد. لعنات كتير جدا، واحنا يعني كنا بننتقي على قد ما نقدر من هذه اللعنات. في اللي معروف ونشر، وفي اللي مستخبي، في اللي اتعرض ليه ناس معروفين ومشاهير، وفي اللي اتعرض ليه زي وزيك. اللعنات ملف كبير جدا ودسم جدا وغامض جدا.